هذا العام ما شاركتش في حتى شي عمل رمضاني تقريبا، باسكو كنا درنا عام وحنا كنصوروا سيت كوم واحد الحاجه ديال تيلي فيلم، مي ما تبروغراموش هذا رمضان في اخر، مي غادي يكونوا في هاد الايام اللي جايه ان شاء الله بزاف ديال الاعمال. وعلاش كنوجدوا واحد لاصير ان شاء الله حتى زوينه بزاف، كاين ان شاء الله بزاف ما يدار. والهدف ديالي بالنسبه ليا الدراسه واحد الحاجه اللي ما كتساليش واخا كتكبر فلاج. بالنسبه للتعليم ديالي انا قريت لو ان سي جي 5 سنين، ساليت ما حبستش، درت ليسونس بروفيسيونيل فلاغ دراماتيك. علاش؟ باش نكون مؤهل اكاديميا فهادشي اللي كندير في المسرح، باسكو ديجا كندير البراتيك الوغ كو خاصني الاكاديميك. موراها الحمد لله تقبلت في الماستر ديال الدراسه المسرحيه اللي كنقرا دابا، وكنصح تقريبا اي واحد ما يحبش من الدراسه، والدراسه شي حاجه مهمه بزاف، وديجا كتعطيك اهم حاجه اللي هو لو ريسبي. انا كنقول الضحك من الحمد ديالي هوليود زعما الصراحه، هو كتخوني شويه لونجلي، ولكن ان شاء الله علاش لا. المهم نحاولوا نتوفقوا بعدا في المغرب، نجح في المغرب ان شاء الله، ولما لا العالميه لا يسر الله. انا ودادي وخويا رجاوي، وتا خويا كيمشي للتيران وانا كنمشي للتيران، علاقتنا صعيبه بزاف في الكره انا وياه. هو سي نورمال، راه اي دار فيها ودادي ولا رجاوي كيبقاو يتخاصموا الخوش، مي فينالمون ما هذا هو لو كونسيبت. دابا مثلا نديروا الاسقاط على مثلا وداد الرجاء عندنا في العائله، انا ودادي وخويا رجاوي، واخا كنتخاصموا مي كنبغيو بعضياتنا، ما نفوتوش بعضياتنا، هذا هو الاسقاط. تايلاند كنت مشيت سافرت لتايلاند، مشيت واحد جوج سيمانات غير نمشي نرتاح شويه، حيت كنت عام كامل وانا خدام، مشيت نرتاح شويه، داز اكسبيرونس واعره بزاف، الناس عاشوا ديك الاكسبيرونس، سورتو داز فيها الضحك وداز فيها ليموسيون، ومازال يكونوا جولات اخرين ان شاء الله، ان شاء الله قطر. كنقول للجمهور شكرا بزاف، شكرا حيت كتفرج فينا، شكرا حيت كتموتيفينا، شكرا حيت كتنتقدنا بيان سور، وان شاء الله كنحاول بشويه بشويه نعطي ما احسن داك الشيء اللي عندي، ولما لا نتوفقوا بزاف ديال الحوايج ان شاء الله. شكرا لكم. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.